أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. دمتم سالمين غانمين ومن الشرور والآفات من الناجين. جعلنا الله وإياكم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جمعة طيبة مباركة للجميع. واليوم كيف ما العادة جبت لكم قصة جديدة، قصة ديال واحد الأخت اللي الصراحة قصة كتشوكي، ولكن نار يا أختي، قصة ديال المجردات المقرصات المجبدات اللي كيعرفوا ما لهم وما عليهم. هاد السيدة هادي غادي تعلمكم فن القتال كي داير مع العجوزة، خصوصا لك الراجل ولد ميمتو وحتى خواتاتو من شرارات. فهاد السيدة هادي غادي تجوج ولد عمها اللي غادي يكون مفروض عليها الزواج به، يعني ماشي لخاطرها. ما غاديش نحرق لكم التفاصيل، فقط بقاو معايا كيف ما كيقولوا من البدايه حتى النهايه، لان هاد الانسان القصه ديالها تبدا من اللي كانت عندها 10 ديال السنوات. هادشي علاش كنقول لكم سمعوا الحكايه من الاول. ما تنساونيش بجيم وكومونتير وبارطاجيو، والله يجازيكم بخير، ونتمنىكم تشتركوا في القناه كاملين. بقاو معايا حتى الاخر. السلام عليكم. انا هي المراه اللي خرجني راجلي وحده السيد من الدار بالصندله ديال الميكا، وقالوا لي سيري لدار باك. وي يا خوتي، ولكن هيهات فهيهات. جيو خواتاتي تسمعوني كيفاش ندمتهم، كيفاش صدمتهم فيا. المهم معكم اختكم نرجس، العمر ديالي 30 سنه، من مدينه وجده الشرقيه. كبرت وعشت وسط عائله متوسطه الدخل. الاب ديالي موظف بسيط، اما امي ربت بيت. عندي 3 ديال خوتي دراري، وانا هي البنت الوحيده اللي عند الوالدين دياولي. الحمد لله دوزت الطفوله ديالي هاديه، قريت ولعبت وعشت كل نهار بنهارو، كنت مفشة بلا قياس حيت انا هي البنت الوحيده اللي عندهم. عادي، انا هي الصغيره في الدار. المهم كانت عندي واحد المكانه خاصه في الدار. عشت واحد الايام الطفوليه اللي كانت زوينه، واهم حاجه كانت في الطفوله ديالي هي حب الوالدين ليا. كانت امي والوالد كيحماقوا عليا. حياتي كانت زوينه بزاف، واخا حنا غير على قد الحال وعايشين غير في الديور ديال الكرا. الوالد كان يلا متكافي مع المصاريف والزمان، راكم عارفين الموظف الخلصه ديالو كتكون محدوده، ويلا كتكمل ليه الشهر. بعض المرات كنا كتزيرو حتى للطرف، لكن الحمد لله على الاقل كنا احسن بزاف. فراه كاين اللي مسكين حاصل في 4 ديال البزوز زائد المصاريف، وهو ما عنده حتى شليله. المهم ما عليناش، انا خواتاتي القصه ديالي ما غادي تبدا حتى درت 10 ديال السنوات. غادي تقولوا لي كيفاش، انا غادي نقول لكم كيفاش. مني وصلت ل10 ديال السنوات، واحد عمي كان واحد النهار جا عندنا للدار. هاد عمي ساكن في كازا، ما كنتلاقاوش بيه بزاف، يعني غير من المناسبه للمناسبه. داك العام كان واحد العرس في العائله ديالنا. هاد عمي جا هو ومراته وولادو، جابهم جاو عندنا كاملين. مني جاو انا كنت فرحانه بداك عمي، خصوصا مني شتو انا لاصقه فيه. مشيت لعندو جلست في حجرو، راكم عارفين عقل الصغر كيفاش داير. هاد عمي كان فرحان بيا وكيعنقني وكيسلم عليا، عطاني حتى الفلوس، خرجني للحانوت شرا ليا السقاطه. المهم ما قصرش معايا، صافي دوزو معانا واحد 3 ايام اللي كانت زوينه. انا كنت كنلعب مع ولاد عمي. هاد عمي عنده 2 دراري كره و3 ديال البنات كبر مندي. انا كنت كنلعب معاهم، دوزنا انا وياهم ديك الايام اللي كانت زوينه. نهار قبل ما يمشي عمي بحالو قال الاب ديالي يا خويا بنتك فلانه زوينه وظريفه وحنينه. الاب ديالي بدا كيشكر فيا، قال لي فلانه هي ممود عينيا، وبقى كيمدح فيا. مرات عمي شفتها بحال ليلى تشوكات، واخا انا كنت باقا صغيره وما فاهمه والو، ولكن حسيت فيها بحال ما عجبهاش الحال، ما عجبهاش ان عمي يمدح فيا. المهم هذا عمي هذا غادي ينطق بواحد الهضره عفويه، وقال لي خويا بنتك فلانه خليها لولدي فلان اللي غادي يكبروا، غادي نجي عندك ونخطبها لولدي. الوالد بدا كيضحك عليه، قال لي يا خويا الله يهديك، واش عندي بنت وحده ونخليها لك نتايا؟ قال له انت اللي عندك 3 ديال البنات عطيني وحده لولدي، وبعدا راه تجي معاك. عمي قال لي شوف اخويا، دابا انا سبقتك وطلبتك البنت، ودابا اخويا بنتك لولدي. وهاد الهضره نقالت ملي كانت انا عندي 10 ديال السنوات، وكنت باقي يلاه طفله صغيره اصلا ما كنت عارفه والو. صافي عمي مشى بحالاته وحنا كملنا حياتنا عادي. قريت من القسم الابتدائي حتى الكاطريا. فهاد السن هذا بالذات كنت تعرفت على واحد خينا، كنت تلاقيت بيه غير بالصدفه في واحد المعرض، ومني شافني عجبته بقى تابعني. لصقني داك النهار لصقه ديال اللعمه، وبقى عليا الاخت غير وقفي نهضر معاك، انا نيتي راه حسنه
انا هادي وانا هاديك. المهم وقفت واحد اللحظه قلت ليه شنو حب الخاطر؟ قال لي شوفي انا غادي نجيك مال الاخر. قلت ليه شنو ياك لاباس؟ قال لي انا راه من اللحظه اللي شفتك فيها عجبتيني ودابا راني بغيت نتكلم معاك ونتعرف عليك. انا ملي شفتو داوي خاوي ما عطيتوش اهميه، سمحت فيه وزدت في حالاتي. هو داك النهار ما بغاش يتفك مني، بقى سيد تابعني النهار كامل معايا ما مل، تابعني داك النهار حتى للدار ديالنا ما انتبهتش ليه، ولكن هو بقى تابع فيا حتى وصلت للدار. هاد خينا غادي يبقى دائما غادي جاي عليا، وكان كيجي عندي حتى الليسي وكيبقى يزعق عليا. راكم عارفين كلام الشباب كيفاش كيكون داير، تعجبتيني انت دخلتي لقلبي الى اخره. انا ملي شفتو عيق عليا قلت غادي نشوف هاد بنادم شنو باغي مني. فعلا عطيتو فرصه يهضر معايا، ملي هضرت معاه قال لي بلي انا كنعجبو بزاف، طلب مني نعطيه فرصه ونهضر معاه. ما لقيت ما نقول ليه، عطاني الرقم التليفون ديالو قال لي هاكي هادي النمره ديالي اتصلي بيا ونهضر انا وياك ونتعرفوا بعدا على بعضياتنا ويكون خير. ايوا داكشي اللي كان، خديت من عنده رقم التليفون ديالو سجلتها في التليفون ديالي مشيت بحالاتي. الاول ما بغيتش نهضر معاه، ولكن من بعد قلت والله حتى نشوف شنو تحت راسو. ايوا هي هذيك، اتصلت بيه قلت لي انا هاشكون وهاشكون. هو قال لي حرام عليك حتى لدابا عاد اتصلتي، راه شحال وانا كنصيف في الاتصال ديالك. المهم تكلمنا عفوا داك النهار انا ويا هادي، من بعد رجع السيد دائما بيني وبينه اتصال. في الاول كانوا مجرد اتصالات وصافي، هو كيسول فيا وانا كذلك، ولكن مع الوقت هذا الشخص غادي يبقى كياكل ليا في الدماغ ديالي وكيقول ليا هو قداش كيكون مرتاح معايا وقداش كيبغيني. انا بلا ما نحس لقيت راسي تحت في الحب ديالو. ما نكذبش عليكم، ما جيت نكمل مع شراين على التواصل ديالي به حتى لقيت راسي كنبغي وكنحماق عليه. انا غادي نعيش قصه حب مع هاد بنادم اللي كانت زوينه، وكنت دائما انا وياه شادين الخط في التليفون وكنهضروا. شحال من مره تلقى بيا على برا، كان كيجي عندي الليسي ملي كتكون عندي شي ساعه خاويه كنجلسو كنبقاو نهضروا انا وياه. دامت العلاقه ديالي بهذا الشاب تقريبا عام ونص، ومن بعد كان دفع للعسكر وتقبل فيه، وكان موعدني غير يخدم ويجمع راسو شويه باش يجي يخطبني. انا اكيد وافقت. ايوا هي هذيك، بقينا بحال هكذا تقريبا منين كملت 18 داك العام كان عندي الباك. حتى لواحد النهار كنت قاريه من بعد تلاقيت بداك خينا، جلسنا شويه انا وياه. من بعد قال لي فلانه وجدي راسك، انا هاد الشهر الماجي ان شاء الله غادي نجي نخطبك من داركم. كنت طايره بالفرحه، قلت ليه واش انت كتهضر بصح؟ قال لي اه انا والله حتى كنتكلم معاك ديال بصح، انت ديري في حسابك بلي غادي نجي نخطبك. ايوا انا ما قدتني فرحه. صافي بقينا شويه مجمعين، من بعد مشيت بحالاتي للدار. ملي مشيت للبنات لقيت عمي ومرات عمي وحتى ولد عمي جاو عندنا. ملي شفتهم فرحت بيهم عادي، سلمت عليهم. من بعد دخلت لبيتي، انا دخلت وواحد خويا جا لعندي دق عليا الباب. دخل قلت ليه شنو بغيتي؟ قال لي تكلمي لعمي. قلت ليه شنو بغا؟ هو بقى كيضحك قال لي واش ما فراسك والو؟ قلت ليه شنو غادي يكون فراسي؟ ما عرفتش. قال لي راه عمي جا باش يخطبك لولدو فلان. قلت ليه بركه من البهلان الخاوي اش من خطابه. دفعت خويا وخرجت عندهم. يوم نجلس معاهم غادي يفاجئني عمي بكلامه، قال لي بنتي فلانه انا اليوم جيت نوفي بالعهد ديالي ليك. قلت ليه ما فهمتش عمي، فهمني. قال لي انا راني وعدتكم منين كنتي صغيره باش نزوجك لولدي. ايوا يا خواتاتي بحال كبيتي عليا المطايب، قد ما كان داك عمي عزيز عليا قد ما طلع لي فراسي داك النهار. والفضيحه الكبيره هو بقى على الاب ديالي، حنا خاصنا نديرو الخطبه والعقد في نفس الاسبوع. ما تتخيلوش ديك الساعه كيفاش كانت ردت الفعل ديالي. وقفت وقفه وحده قلت ليه عمي. قال لي نعم بنتي. قلت ليه اش من زواج هذا علاش كتهضر؟ انا راه عاد كنقرا ولا ما في خباركش؟ كان قدامي واحد الكرسي زدحتو مشيت لبيتي ويا تنطق مرات عمي، بقات بشي هضره اللي ما هياش. مع العلم مرات عمي وامي ما كيتوافقوش ما كيتوالموش، وحده ما كتحمل الاخرى. ايوا يا البنات ناد الاب ديالي بلا ما ياخذ الراي ديالي بلا ما يتشاور معايا دار الكلمه مع عمي وقال لي نزوجك البنت. شي عندي الوالد البيت ديالي قال لي فلانه. قلت ليه نعم ابا. قال لي عمك باغيك لولدو، هو مني كنتي صغيره طلبك من عندي وقال لي فلانه غادي تخليها لي لولدي. قلت ليه با واش انا شعير ولا هضره باش تخليني لولدو ولا لعمو؟ هو سكت بقى كيشوف فيا. قلت ليه انا ما باغاش نتزوج وزيدون باغا نكمل قرايتي. قال لي شوفي يا بنتي عمك راه كبر مني وانا ما نقدرش نخالف الهضره ديال خويا، وهاد خويا راه في المرتبه ديال جدك، ما غاديش نجي دابا ونقول لي لا ما نعطيكش بنتي. وهو هادي دابا تقريبا 8 سنين وهو حط عليك العين وديما كيسولني عليك في التليفون، ودابا مني جاي يخطبك لولدو نقول ليه لا سمح لي ما نعطيكش البنت، حيت هي ما بغاتش.
بقيت كنبكي هو قال لي مسحي دموعك الله يرضي عليك واجي تبعيني باش تهضري مع عمك. لقيت ما ندير اخواتاتي، دات داكشي اللي قال لي عليه الوالد، ما قدرتش نقول ليه لا ولا كيفاش ولا علاش. كنت كنحس بقلبي مقسوم على جوج، قلت علاش زعما الوالد يدير معايا بحال هكذا وزعما انا البنت الوحيده اللي عنده، بغى يكسر شبابي ويجوجني بولد عمي اللي انا في الاصل ما حاملاش. مهم ملي خرجت عند عمي تكلموا معايا قنعوني نوافق باش نتزوج بولد عمي. ايوا هي هذيك انا قبلت، ما كانش عندي شي اختيار اخر، ما خلاونيش حتى نفكر ولا نتشاور مع راسي ولا غير ندورها مع راسي. دغيا قفلوا عليا في سيمانه خطبوني وفي سيمانه الاخرى درنا العقد. انا كنت بحال شي وحده مرفوعه، كنت كنقول مع راسي هذا غير كابوس وغادي يدوز، ولكن مع كامل الاسف منين رمات لي الفيقه لقيت راسي كنوجد العرس ديالي. وزيد ولد عمي غير عقد عليا طلب منهم نحبس القرايه ديالي وما نبقاش نمشي للثانويه. طبيعه الحال درت بكلامهم وخرجت انا في نصف السنه الدراسيه، ضيعت الباك ديالي وضيعت مني دي حتى حب قلبي اللي كنت معاه على علاقه. نهار تخطبت لولد عمي ما تكلمت معاه حيت ما قدرتش، ما كانتش عندي الجراه الكافيه نقول له انا غادي نتزوج بولد عمي. ايوا واش غادي نقول لكم، حتى بقى نهار على عرسي درت سبب وكفوره، مشيت تلاقيت بيه صدمت بكلامي، بغى يقتل راسو، بقى كيبكي عليا بالدموع كيقول لي علاش فلانة علاش، قلت لي حتى انا غير مجبوره، راه الاهل ديالي هما اللي جبروني على هذا الزواج وانا الزواج مفروض عليا، انا ما عندي فيه حتى شي دخل. صافي ودعتو ومشيت. قبل ما نمشي هرس قدامو التليفون ديالي باش ما تبقى عندي ما حتى شي صله، هرس داك التليفون مشيت للدار غير كنبكي. ملي سولتني امي قالت لي مالك شنو وقع لك، قلت ليها تعرضوا ليا شي شبكه وحق سرقوا ليا التليفون وشي فلوس. ايوا امي بقات كتسكت فيا وانا كنبكي، كنبكي بحرقه على حب حياتي وعلى قريتي وعلى المستقبل ديالي اللي ضاع وتسرق مني، وبسبب الهضره ديال الصغر اللي تقالت دفعت انا الثمن ديالها في الكبر. المهم اخواتاتي من بعد درت العرس ديالي مشيت مع ولد عمي لكازا، هنا فين غادي تبدا المعاناه ديالي ديال بصح، وهنا فين غادي يدخلني الهم والمشاكل وغادي نلقى بزاف ديال المشاكل بالخصوص مع مرات عمي اللي غادي تطلع معايا خايبه وبزاف. اما الويساتي بلا ما نقول لكم عليهم السم كيقطر من نيفهم، هما قباحين بلا قياس، مع انا ما كنتش حامله داك الزواج نهائيا، هما كانوا حاسين بيا، كانوا ما عارفين اني ما بغيتش نتزوج بولدهم. المهم ما كان عندي ما ندير من غير انني نصبر وصافي. دوزت واحد الشهر ديال ضيافه النبي كما كيقولوا عادي، ما غاديش نقول لكم واو، عدوتي نوضتني للكوزينه من ليلتي الاولى. تصور انا عاد مشيت عندهم عروسه وهي كتنوضني نوجد ليهم اتاي، قالت ليها فلانه، قلت ليها نعم، قلت لها بغينا نشربوا اتاي من يديك، ما كان عندي حتى شي مشكل. نوضت دخلت للكوزينه باش نعمر ليهم اتاي، ولكن ما عرفتش منين نبدا حيت اول مره كندخل للكوزينه ديالهم. بقيت كنقلب فين هو البراد، فين هو اتاي، فين هو النعناع، فين السكر، كل حاجه فين محطوطه، وحتى حاجه ما مرتبه في بلاصتها، وحتى وحده ما دخلت عندي توريني فين حاطين السكر. بقيت كنعيط على مرات عمي توريني السكر فين محطوط، قالت لي شوفي تما قلبي وحلي عينك دابا راكي في دارك. ايوا خلاتني كنطير وكنزل. في الاخر وجدت لهم داك اتاي، شي شربوا وقال لك جاه مسوس، شي قال لك خفيف، وشي قال لك عمرتو بالماء البارد، ما صبرتش حتى الماء حتى يطيب. وداك اتاي كل واحد وشنو قال عليه، انا ما لقيت ما نقول، شربتو وطرفت الطم. من داك الساعه وانا في تمارة معاهم واللي خدمتها ما بانت عليا، كنت كنضل واقفه في الكوزينه ملي كنمشي نرتاح مرات عمي كتبقى تضرب عليا في المعاني وكتقول لي شي ناس في الحين عفوا كانت كتقول لي شي ناس في الحين غير في النعاس والكلاس، والدار عندنا خانزه وريحه الغمال فيها، كتبقى على عمي داك البيت مرون فراش موسخ، هذيك الكوكوت هذه سيمانه ما تحكت، وكتبقى بالهضره الخاويه زعما انا ما كنخدم والو. وانا يا البنات منين كنفيق في الصباح وانا في الكوزينه كنت كنشقى غير بوحدي، وملي كنجلسوا على الطبله ديال الماكله كانوا كيجلسوا بناتها في الوسط وانا كيجلسوني في الطرف، غير انا كنجلس وهما كيبقاو عليا، فلانه اري الخبز، فلانه اري الماء، فلانه جيبي الملحه، الماكله مسوسه، الاخرى تقول لك فلانه سيري جيبي لي الحرور، بغيت حروره ندوز بها الماكله، وكيبقاو خواتاتو يشطحوا فيا. اما مرات عمي كتخليني حتى كنجلس ونقاد الجلسه كتقول لي نوضي نوضي زيديهم المرقه، وانا مازال ما ذقتهاش وما كناكل منها حتى ضغمه. ايوا هما ضربوا الشوط الاول، انا كنوض نزيدهم المرقه، ملي كنمشي نجيب المرقه كنلقاهم ضربوا نص في اللحم، ديما انا كناخذ غير داك الشيط ديالهم، والله العظيم ما كنت كنشبع حتى في كرشي. ومنين كنهضر ولا نقول شي حاجه كيندموني عليها. في الاول عمي كان كيدافع عليا وكيجي من جهتي وما كانش كيبغي عليا،
ولكن من بعد رجعت مراته كتعمر عليا وكتعاود لي عليا شي حوايج اللي ما كاينينش، حتى طلعت ليه في راسو ما بقاش كيديها فيا. اما الرويجل ما كانش معمر راسو بيا نهائيا، عطيها غير الخرجات وصحابو القهاوي، وحتى ملي كيتعطل برا وكنبقى نساين فيه ولا كيبقى بالي مشغول عليه ونصوني عليه مثلا نشوفو زعما علاش تعطل، مرات ملي كتضحك عليا كتقول لي شنو بغيتيه يجي يدير هنا، هو راه لقى راحتو مع صحابو، علاش غادي يجي ينكد على قلبو وتدي ليه النفس ديالو؟ كانت كتقلل مني بزاف. شحال من مره وقفت في المرايه بقيت كنهضر مع راسي، كنت كنشفق على راسي بزاف، رجعت كنبان عندي 40 عام، انا عاد بنت العشرينات، رجعت كنبان كبيره، رجعوا فيا التجاعيد في وجهي، وجهي نشف ولا حالتو، شعري بكثرة التغطية اللي كنغطيه رجع كيطيح ليا. المهم ما عجبنيش راسي، قلت انا مالي رجعت بحال هكذا، كنت بحال شي وريضة مفتحة من ورا في دار والديا. جيت انا عندهم عام تبهدلت ونزل عليا الضيم، علاش علاش انا رجعت بحال هكذا؟ وليت كنلوم راسي صباح وعشية، وقررت حتى انا نهتم بالشكل ديالي ونعطي راسي الراحة او ما نبقاش الضحكة ديالهم، حيت هما الوقت اللي ينوضو يهضرو كيقللو مني وضحكوا عليا غير بالفن، يعني كيضربوا عليا المعاني، كيكونوا كيضحكوا على شي وحده ولكن كيمعنيو عليا انايا. ايوا يا اختي امينه، قررت نهتني براسي فعلا، رجعت كنلبس بيجامات زوينين، كنرطب وجهي، كندير تقشير لوجهي، حاولت نرتب وقتي ما بين الشغل ما بين الصحه ديالي، كنت كندخل لبيتي كنرتاح كنشرب الماء الكافي. المهم رجعت فيا داك الحيويه ديال شحال هادي. ايوا هما ملي شافوني رجعت كنهتم براسي بحال ما عجبهمش الحال، وما بغاونيش نهائيا نهتم براسي. عدوسي الا بقات حتى شافت شعري في الدار عريان كدير ليا الطر بالبندير، كتقول لي غطي عليا داك الشعر وجمعي ليا سوالفك، ولا لبست شي بيجامه بالسروال وسلختها وحطيتها تطبن، يلقاها مقطعه بالمقص ولا مطبعه بجافيل، ما نحملش نرجع نلبسها نهائيا. وحتى من داك الوقت اللي كنت كنغتنم وندير ماسكات لوجهي، عمرات لي عدوسي شنو دارت، شات لي 4 كيلو الزنجلان، عامر حجر، كيلو ديال النفع وكيلو ديال حبه حلاوه وكيلو ديال الكمون، عامر حجر. وقالت لي هاكي هادو ملي تكوني مساليه جبديهم نقيهم ولهي فيهم يدك باش ما تقنطيش. قلت لها واخا لالا عندك الصح. ايوا نقات على ظهري داكشي كامل، كنت كنكمل شغلي كطلعني السطح نقيهم، ما كنزل حتى كتدوخني الشمس. في الاخر قالت لك بغات دير لبناتها التقاوت حيت مساكن مهلوكين بالتمره حيت هما خدامات. ايوا نهضت رولت ليهم التقاوتات، بقات كتعطيهم كل نهار ياكلوا شويه، وانا والله ما عطاتني حتى ندق، قالت لي حقا انت غليظه ولا كليتي منهم غادي تنفخي كثر وغادي تضيع لاطي ديالك. معليم كنت كنوزن 63 كيلو، واش في نظركم وحده فيها متر و 65 وكتوزن 63 كيلو غليظه ولاطي ديالها ضايعه؟ المهم قمه الحسد، قمة الحسد اللي كانت عامرة في قلوبهم، ما كانوش كيحملوا فيا الشعرة وما كانوش كيحملوني نكون حسن منهم. ايوا يا خواتاتي اللي تقول لك العائلة والدم، زعما الا ديتي من اهل ديالك غادي يبغيو كل يحسوا بك، ويكذب عليكم الكذاب اللي ضربها الشيطان تمشي تزوج ولاد العائلة الا من رحمه الله. المهم ما علينا، انا كنهضر لكم عليا وعلى المعاناة اللي عانيت مع ولد عمي اللي حتى هو كان كيتعامل معايا واحد المعاملة اللي باردة وناشفة، ما عمرني حسيت براسي عندي قيمة معاه ولا كيتعامل معايا زعما بالمعقول ولا مزيان، نهائيا هو كيتعامل مع خواتاتو حسن من المعاملة اللي كيتعامل بيها معايا. مع خواتاتو كيجلس يضحك مع هادي ويلعب مع الاخرى، انا ما عنديش الحق نتدخل فيه. منين كنقول حتى انا مرات كعطيني وقتي كيبقى يتمسخر عليا حتى على كلامي، وكيقول لي واش غرتي غرتي، يمكن غرتي مفلانه ياك ولا غرتي مفلتلانه. انا كنت كنحس براسي بحال عندهم انا زايده ناقصه، وزيد البنات ملي طالت العشره ودار الضباب غادي تنمر تعمي تعاني بامي، كانت كتقول لي امك مجوعه وامك بلا اصل وامك لفعه، وكتبقى تقول لي على امي شي كلام اللي ما عمرني كنت كنعتقد ان مرات عمي تخرجوا من فمها. الحاصل رجعت كنتعاير بامي وفي الصباح وفي العشيه، وما كنقدر نقول والو حيت الا بقيت تهضرت كينوضوا ليا بواحد اللسان وكل شيء كيرجع فيا العيب. انا بقيت على حالي كنعاني في صمت، والمشكل ما كانش عندي الجراه الكافيه باش نهز التليفون نتصل على الاب ديالي ولا على خويا ولا على امي نشكي عليهم من المعامله ديالهم معايا. ما عرفتش علاش كنت خوافه من العائله ديالي، وكنت كنخاف انهم يعرفوا بلي انا ما عايشاش مزيانه وما هانياش في داري، ما كنتش باغا نشغل بالهم عليا، ما كنتش باغي الاب ديالي يخسر العلاقه ديالو مع خوه بسببي.
عرفتوا البنات، ملي كنت كنهضر مع الواليد ولا مع امي كنبقى نتصطنع في الهضره ديالي، وكنبقى كنهضر وكنضحك بجد غير باش نكسر داك الدمعه اللي كانت على طرف العين ديالي. ما كنتش كنبغي نبين لهم الحزن ديالي لدرجه كنبقى نضحك على اتفه الامور غير باش نحسهم بلي انا فرحانه. وغير كنقطع الخط كنبقى نعض في صبعي يديا وكنبقى نبكي نبكي نبكي. كنت كنحس بقلبي من الداخل كيتقطع عليا، ولكن ما عندي حتى شي جهد. اي وقتكم قطع على ديك المعاناه ديالها. من بعد 4 ديال السنوات على زواجي غادي تطلع ليا واحد الهضره بلي انا عاقره وما كنولدش حيت ربي ما عطانيش وليدات. دائما دوزتي كانت كتقول ليا ايوا شتي طلعتي لخالتك فلانه عاقره وما كتولدش. كنت كنقول ليها مرات عمي الوليدات ربي اللي كيعطيهم ماشي العبد، وزيدون مازال ما عرفناش شكون اللي فينا عاقر، واش انا ولا ولدك. كانت كتضر فيا كتقول لي انا ولدي ما فيه والو الديفو منك جاي. كنت كنعياها فولدها نمشيو ندوزو نشوفو فين هو المشكل، ولكن ما كانش كيبغي يديني. حتى دوزنا 4 سنين على زواجنا عاد الام ديالو زيرت عليه يديني للطبيب ويمشي. فعلا مشيت انا وياه درنا بعض الفحوصات والتحاليل. من بعد قالوا لينا سيروا حتى تخرج التحليله ورجعوا. فعلا مشينا للدار انا كنت خايفه وبزاف نهار كامل وانا على اعصابي قلبي كيضرب بالجد. المهم بقيت من تحت الضغط حتى خرجت التحليله ومشى راجلي هو اللي جابها. انا حتى لقيتو مدخلها في يديه. دخل الدار ما قال لا سلام ولا كلام. ضربني بداك التحاليل على وجهي وقال لي طلعتي بنت عمي عاقره. انا غير قال لي عاقره ضربت على وجهي وبقيت كنويل وكنبكي. اما عدوسي جمعت داك التحاليل وبقات كتشوف فيهم كتويل كتقول لي ايوا كنت عارفه كي بنت فلانه غادي تدخلي علينا لهاد الدار بنحسك وما غاديش تكوني فيها زوين على ولادي. بقات يا خواتاتي بشي هضره اللي ما كتهش من الارض. ديك الساعه هضرتها كانت كتجيني انا بحال شي ريح وداز مع ودني حيت كنت تحت الصدمه. اصعب حاجه تسمعيها في حياتك كيطلعي انت عاقره 4 سنين على زواجي في الاخر نطلع عاقره. صراحه كانت الصدمه بالنسبه ليا وبالنسبه لوحده في عمرها 22 سنه ولا 23 سنه وتفاجئ بلي ما عمرها ما غاديش تكون ام راه صعيب عليها بزاف. اصعب حاجه تقدر تسمعها المراه هي ديك الكلمه هذيك. ايوا داك النهار بكيت وبكيت وبكيت لدرجه ما قدرتش نهز ونشوف التحاليل شنو فيهم. بردت على قلبي بالبكا من بعد مسحت دموعي وقلت الحمد لله على كل حال. بقيت كنردد اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. داك النهار هذاك قويت راسي بهذا الدعاء. كنت كنبكي بحرقه وكنقولها وانا كنسجد لله سجدت لله سجده وبقيت كنبكي فيها وكنقول ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. ديك الساعه هذاك الدعاء هو اللي كان السلاح ديالي. ملي كضيق بيا كنردها كنت كنخليهم حتى كيناتو كنوض نتوضا ونصلي جوج ركعات وكنبقى كنبكي بحرقه. الحمد لله شوي بشويه تعايش مع الوضع، ولكن هما زادوا طغاو عليا وزادوا في الحقد ديالهم والضغينه ديالهم عليا ورجعوا كيتعاملوا معايا خايب بزاف. مرات عمي كانت كتقول لولدها نوض حبيبي نزوجك بنت الجيران ديالنا راه فلانه كتحمق بالزين الدرع والشغل والزين جيبها تعمر عليك الدار بالوليدات وما تبقاش بوحدك. هاد بنت الجيران الصديقه ديال اختو كانت مره كتجي عندنا للدار ومني كتكون عندهم شي مناسبه في دارهم كيعرضوا علينا. مهم عندنا بهم واحد الصله. فعلا داك البنت غزاله وكتحمق بالزين. انا ملي كنت كنسمع كلام عكوسي كنت كنتقطع من الداخل ديالي لكن ما كنقدر ندير والو. وزيد عليها نادو دعاوى في العائله كامله وقالوا ليهم بلي انا وحده عاقره وما كنولدش. كلشي كنعرف مرت فلان ما كتولدش. ايوا يا خواتاتي بقيت في ديك المعاناه بشكل يومي. كانوا كل نهار كيبغيو ينقصوا مني قدام لي سوا واللي ما يسواش. كاع الناس والجيران اللي كنعرفو كانوا قرابين علينا كانوا شايفين ديك المعاناه اللي كنت انا كنعانيها. ما كان عندي ما ندير من غير الصبر وصافي. المهم بقيت على حالي اشهر وسنوات وايام حتى لواحد النهار فين صافي تقاد صبري وما بقاليش فين نزيد نصبر دقيقه. كنت خاصنت واحد النهار انا وراجلي كان واحد النقاش وقع ما بيني وبينو عادي. سمعتنا الام ديالو كتناقشو جات دخلت البيت بقات علينا مالكم صوتكم مرفوع اشنو كاين. درت فيها قلت ليها انت مرات عمي ماشي شغلك ياك انا مع راجلي علاش داخله كتبحثي فينا. ما بقاتش علاش ندور فيها بقات كترفع عليا في صوتها. قلت ليها واش بغيتي تعرفي مالي انا غادي نقول لك. قلت لها ولدك الماسون كيهضر مع الناس في التليفون وكيخون فيا. هي بحال بقات كتشفى فيا وكتمسخر عليا. قلت ليها غير هادشي وكان ايوا بصحتو. ما عقت براسي حتى لقيت راسي انت في شعري وحطيتو قدامي
جاتني واحد الحاله ديال الانهيار العصبي، بقيت كنغوت وكنطرف في راسي، هما ما داوهاش فيا، بقيت هكاك حتى طحت من السما للارض، غيبت وما بقيتش عاقله على راسي. هما اللي شافوني هكذاك داوني للسبيطار، جبت ليله ونهار وانا نعسه في الطبيب. طلع لي الضغط 20 على شويه، كانت غادي تجيني شي جلطه، يا ربي حفظني وصافي. من بعد ما خرجت من السبيطار ارتحت شويه، دوزت جمعت لي الشنطه ديالي، طلبت من مولاي يوصلني لدار الوالدين ديالي. قالت لي سيري عند باك وموتي، ما تبقايش عندنا هنا حتى دقيقه. تصدمت فيها وبقيت كنبكي. قلت لها شنو كتقصدي يا مرات عمي؟ قالت لي كنقصد هذاك الشيء اللي جا لبالك. قلت لها هي كتجري عليا عين بعين. قالت لي فهميها كيف ما بغيتي. انا شفت الشماته ديال راجلي، قلت لي واش سمعت كلام امك؟ قبل ما نكمل كلامي قال لي امي كلامها على صواب، وانت دابا حسبيها كيف ما بغيتي. انا الدموع في عينيا، ما بغاوش ينزلوا، والله ما قدرت نبكي. تصدمت من كثر الصدمه، قلبي بقى كيضرب بالجد، كلشي فيا كيترعد. نط البيت ديالي، لبست جلابتي، هزيت الشنطه ديالي وجيت غادي بحالي. الشماته قال لي تسناي، وقفت كان كيحسب لي غادي يقول لي دوزي تجلسي ولا يكون عنده شي راي اخر. لكن ضرب يدو لجيبو وجبد ليا 200 درهم، قال لي هاكي باش تشدي الكار. بقيت كنشوف فيه، بقيت كنشوف كنشوف، في الاخر عمرت امي بالبزاق وبزقت عليه. قلت لي تفو عليك الشماته، طلعتي ماشي راجل. بقى كيخنزر فيا، من بعد تبسم قال لي كوني مرا وسيري بكرامتك. قلت لي خلي داك الضحكه حتى الاخر، وغادي نشوفو شكون غادي يضحك على الاخر، واش انت ولا انا. حطيت من يدي داك الشنطه وخرجت طويله عريضه، ما ديت معايا حتى شي حاجه. ايوا يا خواتاتي، بقيت كنبكي كنبكي لدرجه خرجت لبرا وجلست قدام الباب، وبقيت كنبكي وكنعض في يدي وكنقول الله ياخذ فيك الحق. كنبكي كنبكي، انا عاد جيت نكمل طريقي ونشوف فين غادي نمشي، مع انا ما عندي لا ريال ولا جوج. تور وخارجه بالصندله ديال البلاستيك، ما عنديش 5 دراهم في الجيب، حتى باش نشد الطوبيس ما عنديش. بقيت كنليد على صهري. في الاخر وقفت وجيت غادي نمشي نشوف فين ندوز نهاري. هي تخرج واحد شرطنا عندها دار انفاس للدار ديال عمي، هاد المرا لاباس عليها، راجلها طبيب وهي فرمليه، ولادها كلشي عندهم مراتب زوينه. المهم اللي شافتني قالت لي مالك فلانه ياك لاباس. بقيت كنبكي وهي تجي لعندي، بقات كتسول فيا شنو واقع ليا، واش ما تشحت من العائله ولا شنو. ما حسيت براسي حتى ترميت عليها، وبقيت كنبكي وكنعاود ليها شنو وقع فيا. شفقت عليا ودخلتني لدارها، بقيت كنعاود ليها على ما داروا فيا. انا كنعاود وهي مسكينه كتبكي. قالت لي حتى انا عشت نفس العيشه ديالك مع راجلي الاول، وبقات كتعاود لي شنو داز عليها. بقينا كنتشاكا وكنتباكا، ومن بعد ناضت وجدت لي ما ناكل، كليت واحد الشويه، قلت لها غادي نمشي نشد طريق الوجده. حلفت عليا قالت لي والله ما تمشي، انت غتباتي هذه الليله معانا هنايا، وغدا مدبر وحاكم. ايوا جلست داك النهار عندهم، بيت وسط منهم، صراحه رحبوا بيا اعتنوا بيا. الغد ليه طلبت من واحد ولدها استاذ جامعي، هو اللي وصلني للدار. انا اكيد في الاول ما بغيتش، ولكن من بعد قنعوني. صافي داك خينا هزني داني الوجده، الطريق كامله هو كيسولني شنو وقع ليا مع ولد عمي. جيتو الصراحه عاودت ليه كلشي مطقطق، حتى السلام عليكم. قال لي واش غادي تطلقي ولا ترجعي ليه؟ قلت ليه الف مستحيل نرجع ليه، واخا تنطبق السماء مع الارض. هو كان اقترح عليا واحد المحامي في وجده، قال لي هاد خينا راه صاحبي ديال بصح، ولا بغيتي تطلقي غادي ينفعك بزاف. قال لي عطيني غير النمره ديالك، انا غادي نتصل عليه ونعطيه نمرتك، وانت هضري معاه وراه ما يكون غير الخير ان شاء الله. فعلا تبادلت انا وياه الارقام، من بعد وصلني حتى للدار، الله يكثر خيره. رجع على طريقه، مشيت عند الاهل ديالي بحال شي كلبه، وجهيت تحرق بكثرت المشاكل اللي وليت عايشه فيهم، وليت بحال شي غرابه. ما نكذبش عليكم، كنت فلون ورجعت فلون واحد اخر. ايوا منهم شافوني هكذاك اتصلوا لعمي، ما بغاش حتى يجاوب، بقى التليفون كيصوني حتى شبع، ما بغاش يرد عليه. رجعت اتصل على ولده جاوبو، قال له هادشي اللي درتو في بنتي كيفاش المعنى ديالو؟ قال لي بنتك واحد الانسانه اللي مجنونه وحمقه، انا ما بغيتش نتحمل المسؤوليه ديالها. ام اليوم راهي قبل ما يكملها الاب ديالي قطع عليه، عنقني وبقى كيبكي. قال لي يا بنتي سمحي لي، انا كان كيحسب لي خويا غادي يطلع راجل يتهلا فيك، ولكن صدق شماته لا هو لا ولده. داك النهار بكيت وبكيت حتى فرغت كاع داكشي اللي جمعته داك المده ديال 6 سنوات بدر عمي اللي يعطيهم العمل كحل. المهم اخواتاتي، من بعد ما ارتحيت شديت راسي وقفت تاني على رجلي. كان داك الاستاذ اتصل بيا قال لي راني تكلمت مع المحامي، ولا بغيتي تمشي عنده قولوا لي انا من طرف فلان. قلت ليه شكرا الله يكثر خيرك. ايوا داكشي اللي كان، مشيت انا وواحد خويا تكلمت مع داك المحامي. الصراحه
صق انسان مزيان، تفاهمت معاه على كلشي، دفعت الطلاق من ولد عمي، درت لبوه الخلع، تنيتو خليتو غادي جاي في الكيران، مع انا دفعت بيه الطلاق، كنت دفعت بيه في وجده. ملي جا المحكمه تلقى وجهه مع وجه الوالد، والله ما سلم عليه، شافوه قلب وجهه من عمو. بالعاني انا داك النهار لبست سوماكيت ومشيت كنشعل، منين شافني بقى كيحمر فيا. من بعد قرب عندي وقال لي، بقات في الماكياج وبقى كيفرنس، قال لي هنا امك غادي تجلسي تضفري الشيب، ما ديتهاش فيه. كحس عليه صافي، بقينا طلع هبط طلع هبط، في الاخر طلقت منه وتهنيت وارتاحيت مع راسي. ايوا ما حسيت بالراحه حتى شديت طلاقي. من بعد 5 ايام على طلاقي رجع الاستاذ اتصل بيا قال لي على سلامتك منين تفكيتي، شكرتو على المجهودات اللي دار معايا وعلى السؤال ديالو عليا. يوم ديك الساعه يبقى دائما يهضر معايا بالتليفون، شجعني باش نرجع نكمل القرايه ديالي. قال لي زعمي وسيري كوني راسك من جديد، ما تخليش تجربه فاشله بحال هادي تخرج ليك على حياتك، نوضي بداي من الصفر. ايوا انا في الاول كنت خايفه ومكسوره، ولكن من بعد كلشي شجعني، لا امي ولا خوتي ولا هو. ايوا داكشي اللي كان بدات كنقرا من تاني وجديد، درت باك ليبر. فديك الفتره هذيك هو اللي كان كيساعدني، ملي ما كنعرفش شي سؤال كيشرحو ليا. المهم دمت علاقتي بيه، بقيت معاه تقريبا على تواصل حتى نجحت في الباك وخديته الحمد لله بنقطه اللي كتفرح. من بعد الفرحه ديال الباك ديالي غادي يتكلم معايا الاستاذ في المعقول، وغادي يفاجئني بواحد الطلب، طلب مني البنات الزواج. وييه اخواتاتي، قال لي انا باغي نتزوج بك فلانه، ما نكذبش عليكم صدمني وما عرفتش شنو نقول ليه. ما عمرني كنت كنعتقد غادي يطلب مني الزواج، كنت كنظن هو غير كيرقف عليا وكيشفق عليا لا اقل ولا اكثر، ولكن هو غادي يصرحني وقال لي انا كنبغيك. ما نكذبش عليكم حسيت بواحد الاحساس اللي في شي شكل، طلع السيد قابل عليا وانا مطلقه، وزيد من الفوق عاكره، هو استاذ جامعي واعزب من الفوق. المهم ما عرفتش شنو غادي ندير، طلبت منه يعطيني فرصه نفكر. بقيت كنفكر مع راسي، كنت باغيه نرفض، لكن ملي سمعت بلي الطليق ديالي باغي يتزوج للمرة التانية قلت والله حتى نسبقو ونتزوج، وهذه هي الفرصة اللي غادي نرد فيها دقتي وندمهم على ما داروا فيا. ايوا هي هذيك، بلا ما نشاور الاهل ديالي وافقت نتزوج به. هو من بعد جاب الاهل ديالو وخطبوني من عند الوالد، هما ما كانش عندهم مشكل حيت سبق ليا وشرحت ليهم كل شيء. منين عرفوهم الجيران ديال عمي ما بغاش الوالد، ولكن انا قنعته وخليته يوافق. المهم الناس جاو خطبوني، عقدت في نفس الاسبوع مع هما بعادي وما عندهمش الوقت. صافي اختكم تزوجت لي المره الثانيه، رجعت للدار البيضاء وفي نفس الحومه اللي كنت فيها، حيت الدار ديال عمي انفصل داري الجديده. هما الصراحه كبروا بيا وداروا لي عرس مطرطق، كانوا باغيين يديروا لي عرس بالقاعه، ولكن ما بغيتش قلت لهم يديروا العرس غير في الحومه بالقصد باش نفقصهم اخوتي، اكيد هما غادي يكونوا في عرسي. المهم هنا الاهل ديالي ما كبرناش، غير عقدت ودرت عشاء وسط خوتي وخوالي، ومشيت مع راجلي بالصلاه والسلام على رسول الله. منين وصلنا للحومه لقينا الحيحه، تلاقاونا بالدقه المراكشيه والحيحه، الناس معزومين، كلشي كيسير، العروسه اللي في الشراج واقف، اللي في السطوحه واقف، اللي معروض كاين لداخل. دخلني عريسي برزني من بعد تزول ليا الفولار، وهنا فين غادي تكون الصدمه ديال العدوسه دوستي السابقه وبناتها، حيت كانوا حاضرين ناظرين في عرسي. انا غير شفتهم تبسمت ليهم ودرت ليهم ديك اللعبه ديال موتي بالفقصه، بقيت كنتبسم ليهم. والله يا خواتاتي الدم بقى في وجههم، تصدموا لدرجه ناضوا وحده كتصدم في الاخرى، ما كانوش متوقعينها نهائيا، وما كانوش كيعتقدوا ان انا هي العروسه اللي جيت لذاك الحومه هذيك. وانا داك الساعه حسيت بناري بردات ورجعت دقتي. صافي دوز عرسي بخير وعلى خير. هي هذيك عدوسي سمعت بلي نعست في السبيطار بقوة ديك الفقصة، ما ديتهاش فيهم. من ديك الساعة وانا كنبرد قلبي فيهم غير بشوية، رجعت كنلبس وكنتقاد وكندير يدي في يد راجلي وكنخرج معاهم مع قدامهم هما كيشوفوا. كنت كنحس بالطريقة ديالي ملي كيشوفني قدامه كيبغي يضرب في يضربني بالقرطاس، ولكن هيهات ثم هيهات، هو ما غاديش يقد حتى يعلي عينو فيا، حيت انا مع سيد سيدو الراجل اللي واعي وقهري واستاذ. اللي داروا ليا هو الاهل ديالو، ما داروهش معايا عمي وولد عمي. ايوا انا بديك البقصه دفعت الكونكورات ديالي، تقبلت دخلت نخدم على راسي، رجعت انا موظفه وكنلبس وكنخرج كنشعل بالشعل، الشكل ديالي رجع حسن من خواتاتو اللي كانوا كيعايروني. وباش نكمل عليهم دوزت بيرمي وشري لي راجي طوموبيل، رجعت كنوقفهم من الباب ديال عمي وكنكلاكسوني عليهم، ولا بقيت حتى شفتهم قدامي كنحك عليهم الروايد. ما نكذبش عليكم كنت كنبقى كنضحك حتى كيبانوا لي سناني.
ايوا انا فوجت على قلبي بالمزيان ورجعت ليهم الصح ساعين. مهم من بعد زولتهم من راسي كملت حياتي عادي، ما كنتش كنتسوق ليهم نهائيا حيت عمرت وقتي وديتها في راسي. ايوا يا خواتاتي دوزت عام باكمله مع راجلي. من بعد مرضت كنت كنحس بالسخفه والعيا، مني مشيت العياده عند شيخي باش نعرف شنو المشكل اللي عندي غادي يطلب ليا شي تحاليل. صافي هي هذيك درت دوك التحاليل، تما فين غادي نعرف راسي بلي انا حامله. وييه البنات طلعت حامله، تصوروا الفرحه اللي فرحت. ما صدقتش في الاول، قلت لهم لا ما يمكنش، انا راني عاقله ما كنولدش. شيخي قال لي انت حامله وعندك شرف الحمل ديالك. ايوا يا خواتاتي ربي شحال كبير وكريم. انا نهار عرفت راسي عاقله كنت كنرد الدعاء واحد، وهو ربي لا تذرني فردا وانت ارحم الراحمين. واول دعاء اخرج من فمي هو اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. والله بما نسانيش واعطاني على قد نيتي. من بعد غادي نعرف بلي الطليق ديالي هو اللي كان عاقر ماشي انا، غير باش يبين الرجوله ديالو عليا كذب عليا وقال لي انت اللي عاقره، ولكن في الاصل هو اللي كان عاقر وما قدرش يواجهني بها. الحمد لله ربي فرحني وحملت ولدت ولدي ودرت ليه السبوع دايزو الكلام، كل شيء عرضت عليهم كل شيء جاو السبوع لولدي الا دار عمي حيت ما عندهمش الوجه اللي يجيو عندي. فرحت بولدي. من بعد رجعت كندخل ونخرج قدامهم، كندخل ولدي في يدي وكنخرج في يدي. هما جاتهم الصدمه ديال العمر، ما تحملوش داكشي اللي شافوه بعينيهم. ايوا نضوا اخواتي داروا داك الدار اللي بيعوا مشاو هزوا رحيلهم بالحومه كامله. انا ملي شفتهم مشاو درت صداقه وجمعت الناس وفرحت ونشط، حسيت بالانتصار عليهم. انا هي المره اللي دلوني وحقروني، انا هي اللي مسحوا بيا الارض وداروني جفاف، انا هي اللي جراو عليا من الدار. نط جمعت الوقفه ورديت دقتي وخرجتهم من الحومه كامله وهما حاطين وجههم للارض، وهذا اكبر انتصار بالنسبه ليا. الحمد لله، وان ينصركم الله فلا غالب لكم. انا ربي نصرني وعوضني خير من ديك العيشه اللي كنت عايشه فيها. ايوا انا ما هنا بالي وارتاحيت حتى دليتهم صغرتهم قدامي، والحمد لله كل شيء قريب عند سيد ربي. وانا اليوم جيت وحكيت لكم قصي وشاركتها معكم باش حتى نتوما ديروا بحالي وما توقفوش في الصفر. لا اختي نقزي من المرتبه لمرتبه. طلاق راه ماشي نهايه العالم بل بدايه نجاح، والحمد لله خاص تكون عندك العزيمه والاراده وغادي توصلي باذن الله فين ما بغيتي. ايوا يا خواتاتي قولوا لي كيف جاتكم قصتي منين سمعتوني وسمعتوا شنو وقع فيا. انا البنات كنحمد الله وكنشكره، وكنشكر حتى الراجل اللي وقف معايا وكان نعمه الرجل. حتى عقوسي مسكينه قبلت عليا واخا كانت عارفه علي بلي انا مطلقه، وراكم عارفين كانت هي اول وحده دخلتني لدارها وقالت لي بلي انا قابله عليك وما عنديش المشكل وراكي في المرتبه ديال بنتي. المهم هنا كملت حكايتي، بغيت نشكركم بزاف بزاف. ما تبخلوش عليا في التعليق ديالكم وقولوا لي كي جاتكم القصه ديالي، واش هذا الشيء اللي درتو هو الصواب ولا لا، واش انا مرا ونص ولا لا. وبغيتكم كاملين تكونوا مجردات وتكونوا على دراعكم، ما تخليوش الانسان الاخر يضحك عليكم. وهذا الشيء اللي كاين. شكرا لك اختي امينه، شكرا للناس اللي كتبعك في هذه القناه الرجال والنساء، والسلام عليكم. وكيف ما سمعنا كاملين القصه ديال ختنا سميتها شنو قالت لينا سميتها صراحه كيكثروا عليا البنات، غنشوفوا شنو سميتها. باردون باردون اتادير سميتك اختي نرجس، نرجس يا نرجس شكرا. اولا بغيت نشكرك على القصه الجميله ديالك. بطبيعه الحال هكا يكون المقرصات المجبدات، فصراحه الزوج ديال العائله كيكون خايب بزاف، كيكون خايب بزاف. لا انت قادة تهضري لا انت قادة تكتي، حيت الا بقى الانسان تهضر كيتعايب، ولكن الانسان هو اللي دافع الحقوق ديالو ودائما كيرجع اللوم على الوالدين حيت ما كيفكروش بعقولهم، وكيبقى الزواج قسميه ونصيب، وانت كان ربي مكتب عليك انك تعيشي هاد الظروف هذه. والحمد لله ربي سبحانه وتعالى كيحطنا في شي اختبارات اللي لا اله الا الله، سعدات اللي كيصبر وكيحتسب الاجر لله وربي سبحانه وتعالى ولي التوفيق. والله العظيم ان ينصركم الله فلا غالب لكم. فالحمد لله ربي ينصرك عليهم، والحمد لله كنت ونعم المراه ونعم الزوجه، ولكن هما مع كامل الاسف ما قدروش هذا الشيء وما احترموهش. وكنحترموه كانت العلاقه ديالكم مزيانه، ما كيستاهلوكش ما كيستحقوكش. فهذه تجربه فاشله ولكن خلاتك
منك إنسانة تبارك الله قوية، وليتي بديتي من جديد، وكان دعم معنوي من طرف الزوج ديالك اللي جزاه الله خيرا، وكنحييه من هذا المنبر هذا، وحتى العجوزة ديالك اللي ناس قمة الوعي. شتي فاش كتهضري مع إنسان واعي وإنسان قاري واعي، من حيث القراية بوحدها راه ما ماشي هي يعني السبيل الوحيد على أن الإنسان يقدر يتفاهم معك. فالوعي كيبقى في الوعي، فاش كتهضري مع إنسان واعي وكيخدم عقله، فأنت براسك كتعرفي كيفاش تسير الامور ديالك. فلا درتي مع واحد جاهل فكتولي جاهله اكثر منه. هادشي علاش انت تلاقيتي مع دوك الناس اللي زادوا بك القدام، جزاهم الله خيرا، وفضل الله سبحانه وتعالى. والدعاء الدعاء اللي كنتي كتقولي راه دعاء ما شاء الله ما شاء الله. حين مات واحد السيد، كنظن واحد الصحابي، ما بقيتش عاقله على داك الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان طلب منها الرسول صلى الله عليه وسلم من الزوجه ديالو توفى، وفاش طلب منها قال لها يعني قولي اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، داك الواشن عدد الزوج يعني مور فلان، قال لها انت قوليها. ومن بعد دازت الايام والايام تزوجت بالرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الانسان الدعاء هذا ديال ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، راه كان كيرد واحد النبي حتى رزق الله سبحانه وتعالى، هو سيدنا زكريا عليه السلام. والدعاء الاخر كان شكون اللي كان كيرد الضو؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم كيوصي عليه. فالحمد لله. ام سلامه، انا عقلت عليها، ام سلامه مات زوجة ام سلامه، مات الزوج ديالها، وقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رب يا ربي مشات لي من بالي، اللهم اجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها. قالت له يا رسول الله شنو عاد نتزوج مرا يعني ابو سلامه ام سلامه، ما عرفتش. المهم ما بقيتش عاقله والله تخربقت. المهم هاد الدعاء كاين، الدعاء كاين وصحيح. هادشي اللي بغيت نوصل لكم، شكرا بزاف حيت كتسمعوا لي. انا كنعتذر منكم مره مره، كنبقى كنتاكل كيوليو كيبانوا لي من الحاجه 10 حق الله الا كنعيا، والله كندير واحد المجهود جبار الله يجعله في ميزان حسناتي وصافي. شكرا للغزالات ديالي، النورات ديالي، الوردات ديالي. شكرا اخواننا الرجال اللي كيسمعونا في هذه القناه. نتمنى ان شاء الله هذه القصه تكون فيها عبره وافاده لكم كاملين، وما كرهتكمش تبارطاجيوها. دعموني اخواتاتي عافاكم، الا لقيتوا راسكم عجبتكم غير 1% شتي سمعتيني وعجبتك القصة، الا شتي استفدتي ولا ديري لي جيم، ما لقيتي راسك ما عجبتكش ولا بلاش ماشي مشكل، هذا اللي كاين. شكرا لكم مجددا الى ان القاكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.